الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي آل محمد. إلهي يا من يحب العفو، يا من أمر بالعفو، يا من يجازي على العفو، أسألك العفو إلهي العفو إلهي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر به في حيلتك، من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئاً حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي،
الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيئا عندي وأحق بحمدي إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طمعت فإن عفوت فخير راحم وإن عذبت فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت ألا تخيب بين ذيني وذيني منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي
يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين. وأنا يا سيدي عائذ بفضلك، هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. وما أنا يا رب وما خطري، هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك. أي ربي جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك. فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين، لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، ستار العيوب، غفار الذنوب، علام الغيوب. تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك، فلك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. يا حليم يا كريم، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا عظيم المن، يا قديم أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟
أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به وبمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله فاستنقذني، وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا، بل بفضلك علينا، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة، تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما، فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر، أم عظيم ما أبليت وأوليت، أم كثير ما منه نجيت وعافيت. يا حبيبا من تحبب إليك، ويا قرة عيني من لاذ بك وانقطع إليك، أنت المحسن يا الله، أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك، وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني،
أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك يستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافأة المقصرين، وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، فوا سوء أتاه على ما أحصى كتابك من عملي، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما تذكرها. يا خير من دعاه دعا وأفضل من رجاه راغ. آخر فقرة نقرأها من هذا الدعاء العظيم، ولا تنسوا موتاكم من الدعاء، اذكروهم وهم في ذلك الموقف الشديد الصعب وهم تحت التراب. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف. صفحة 58. إلهي إن عفوت فما يان أولى منك بالعاف، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم، ارحم في هذه الدنيا غربتي
موتي كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني يدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجود علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيري